وباقي المستمعات. المهم باختصار اليوم نحاول ما امكن نوضع النقط على الحروف. واحد اتصلت بها السيده لطيفه ام ايمن. مهم واحد المشكل اللي عطى ان كثير من المستمعات انهم كيعانيو من بعض البقع في البشره ديالهم، ان جهه كتصفى وجهه ما كتصفاش. هذا المشكل كيبقى اللون ما موحدش في البشره توحيد اللون. هذا المشكل كيكون بالاخص عند اصحاب البشره الدهنيه. علاش؟ حيت حنا ملي كتكون عندنا البشره الدهنيه والاخص كيكون عندنا الصفوخ ديال التين، كيكون عندنا مستوى الجبهه والخدين تيكون فيهم هذه البقع. المشكل ديال التين كتكون عندنا في الجبهه والانف وتحت الدق. ملي كنبقاو نستعملوا الاقنعه وكنستعملوا بعض الكريمات ولا كناخذوها من الصيدليه، كنلقاو بان المنطقه اللي جافه هي اللي كتصفى، والمنطقه اللي فيها الدهون هي اللي كتبقى فيها بقع. هنا في هاد الحاله هذه يمكن اولا كنركز انا دائما على الخضر والشربات ديال الخضر باش كتكون الافرازات متوازنه، وكذلك غسل الوجه. عندنا الحمام بخار، كاين يمكن نعملوا التقشير الطبيعي اللي خصنا نركزوا بزاف على المناطق اللي هذا بالنسبه للبشره الدهنيه، المناطق اللي كيكون المسام ديالها مسدوده ولا كتكون افرازات دهنيه بكثره وكتسد لنا المسام. يعني ان البشره الدهنيه هاد المناطق اللي كتكون عندنا دهنيه وكنستعملوا الاقنعه، ان ديك المنطقه اللي كتكون ديك المناطق اللي كتكون دهنيه كيكون المسام ديالها مسدود، ما كتستفدش من الاقنعه اللي كنستعملوا. لذلك كنركز مزيان ان النوع ديال البشره اللي عندها هذا النوع ديال البشره الدهنيه تحاول ما امكن دير بخار للبشره ديالها ودير تقشير طبيعي. راني عطيت التقشير اللي عطى الاستحسان ديال المستمعات اللي هو متكون من نعاودو كناخذو مثلا كنطيبو نص كاس ديال الرز، كنطيبو في كاس ديال الماء كنخليوه كيطيب حتى تقريبا ينشف داك الماء، الجهد اللي يبقى لنا 4 المعالقات ولا 5 المعالقات كنصفيو داك الماء وكنحاولوا نزيدوه تقريبا معلقه ديال الحليب غبره. انا من الاحسن كنفضل حليب الاطفال. كنزيد معاه هذا كنخلطو كنحطو على شكل ديال الكريمه، كندهنوا البشره ديالنا كلها والعنق، ما ننساوش العنق ديالنا، كنديروا كقناع كغوماج للبشره ديال الوجه اللي فيها هاد الشوائب. كنخليوه حتى كينشف، كنحسوا بالبشره ديالنا كتجبد. كناخذوا الاصابع ديالنا كندهنوهم بالزيت، سواء اي زيت عندنا في الدار، البلديه ولا الزنجلان ولا المهم، كندهنوهم من الفوق، كنبقاو نعملوا حركه دائريه كل منطقه بمنطقه حتى كنحاولوا كنتخلصوا من داك الخلايا الميته، وكذلك كنحاولوا كنساعدوا فتح المسام. هاد القناع واش مناسب لجميع انواع البشره ولا انواع البشره؟ الا ان الا كانت البشره جافه كنحاولوا ما امكن نديروا هاد التقشير يكون غير مره في 15 يوم. الا كانت البشره الدهنيه يمكن نديروا حتى اسبوعي، ماشي مشكل. واخا دائما كنتكلموا على دوك البقع الجلديه اللي تيكونوا على مستوى البشره. كذلك بالنسبه لبعض اتصلوا بيا المستمعات عندهم مشكل ديال جفاف البشره وكذلك الحكه في البشره ديالهم، وكاين بعض النوع اللي كتقلد الحال بهم حتى الاكزيما. راني ذكرت مؤخرا المشكل ديال هذا ملي كيجي. غادي نزيد واحد ثلاثه النصائح، ان هذا المشكل هذا اولا دائما ملي كتكون عندنا هذه الحده هذه اللي حكه في البشره ديالنا وكتقدر كيقتضى الحال حتى كتولي حميره وتقشير، اولا زياره الطبيب ضروريه. هنا كيكون عندنا خلل في الغده الدرقيه ولا في الهرمون ديال الحليب كيكون طالع، تيكون شي مشكل عضوي ولا بدا من استشاره الطبيب. وباش نتفاداو هذا المشكل، اولا اللي عنده هذا المشكل يتفادى الحليب المصنع. علاش الحليب المصنع؟ غادي نعطي واحد النصيحه. هذا الحليب المصنع كيكون عندنا بعض دابا بعض المزارع وفي الدول الاوروبيه ولا سواء هنا في المغرب كنعطيو بعض الادويه للبقر ديالنا باش كيعطيونا الحليب بكثافه. يعني ان كيزيدوا بحال كنقولوا حنا كيزيدوا هرمون العلف باش الحليب كيكون بكثافه. وذاك الهرمون مجرد حنا ما كنستهلكوش حنا ذاك الحليب، ذاك الهرمون كياثر على الهرمون على الهرمونات ديال الجسم. واول هرمون اللي كيتاثر به هو هرمون الحليب. كيولي هرمون الحليب طالع بواحد الحده، ان الهرمون الانثوي كيضعف وكيطلع عندنا الهرمون ديال الحليب اللي من بين الاعراض ديالو انه كيعطينا جفاف البشره، كذلك كيعطينا البثور، كذلك كيعطينا العقم، المهم كيعطينا اعراض. يعني العديد من المشاكل الجميليه والمشاكل العضويه. من الاحسن نتفاداو الحليب المصنع والمستورد.
ما كنأكد عليها مش الحليب المستورد. الناس كياخدوه بواحد الطريقة كيقول لك حنا خدينا الحليب جاي من برا، فكرة غلطة. ما كاينش بحال الحليب ديالنا الطبيعي. أن الحليب ديالنا واخا نشربو بكثرة ما نخافوش منه، سواء ديال الماعز ولا ديال البقر ولا ديال الناقة ولا، المهم الحليب ديالنا طبيعي وتشربو بعينك مغمضي. ولكن الحليب المستورد حذاري، أنا كنأكد عليها. كتب مؤخرا كتبتو هاد المشكل اللي كيجي من 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 الهرمونات اللي كتعطى للبقر ولا الغنم اللي كيعطيونا الحليب. كيف ما قلتي بالنسبه للحكه الجلديه واللي تكلمنا عليها في الحلقات الماضيه، ولكن كاين كثير من السيدات اللي عاودوا توصلوا معنا كيعانيوا من الحكه على مستوى الجسم كله، كتوصل حتى الفروه ديال الراس. بالنسبه لهذا المشكل هذا غادي نعطي مسائل بسيطه، راه عندنا غير في المطبخ. المهم كاين بعض الشربات، عندنا بعض القرع القرع الحمراء فيها فوائد كثيره، من بين الفوائد ديالها انها مهدئه للاعصاب، انها كتحيد الحيله كان قلبك مضيق ولا شي حاجه كتخف عليك، كتحيد المشكل ديال الحكه ديال البشره. والطريقه اللي غادي نستعملوها، اولا كناخذوا شوربه اللي متكونه، اولا كناخذوا تقريبا ربع ديال القرعه الحمراء والمعدنوس، ربطه ديال المعدنوس. كناخذوا القرعه الحمراء، حنا يمكن القرعه الحمراء عندنا موجوده، نجيبوا بالكميه ونخليوها في الدار كتبقى مده طويله في البيت. كناخذوا منها تقريبا 4 كيلو، كنعملوا مع ربطه ديال المعدنوس والماء الكافي. ملي كطيب كنزيدو معها معلقه ديال الزنجبيل المطحون. هاد الشوربه تكون عندنا مداومه دائما، ما ندخلوش ندوموا عليها. كنجيبو كذلك العصير ديال الماء ديال القرعه الحمراء، كناخذو منه تقريبا كاس عامر ديال الماء العصاره ديال القرعه الحمراء. يمكن نعصرو، يمكن ماكينه العصاره راه موجوده دابا في الاسواق، ولا اقتضى الحم نحكو بالحكاكه ونعصرو مزيان حتى نخرج ناخذو الماكينه ديال العصاره. دابا الثمن ديالها ماشي غالي، كنضرب له تقريبا كاس ديال زيت الزنجلان الطبيعي، كاس ديال زيت الزنجلان الطبيعي. كنخلطوا هذا الخليط مع بعضياته، نخلطوه مزيان وكندهنوا به الجسم ديالنا كله بما فيه الفروه ديال الشعر والجسم ديالنا كله، كنبقاو مده ساعه عاد كناخذوا الدوش ديالنا. ايه، على ذكر الزيوت حوريه، بما انه كنتكلموا على الحكه الجلديه، شنو هما انواع الزيوت اللي ممكن نستعملوهم على مستوى البشره ديال يعني ديال الجسم ديالنا اللي كتكون فيه الحكه، اولا على مستوى حتى الفروه ديال الراس بالنسبه للسيدات اللي كيعانيو من هذا المشكل؟ انا كنصح، كناكد عليها، كنصح بزيت الزنجلان. زيت الزنجلان فيه احماض كثيره، ومن بين الاحماض هو حمض الايليك اللي كناكد عليها انا دائما، انه كيعطي النشاط للبشره ديالنا وكيعطيها التجديد اللي كنقول. ونتناولوا زيت الزنجلان، نتناولوا الزنجلان بكثره، يعني نجيبوا زنجلان ونسالكوه مع الحليب، ناخذوا الزنجلان نطيبوه في الماء، غير الماء نطيبوه في معلقه ديال الزنجلان، نطيبوها في كاس ديال الماء، نشربوا داك المحلول، يعني نجيبوا نشلوا بالزنجلان، يعني نشلوا الجسم ديالنا، ناخذوا تقريبا كاس ديال الزنجلان مطحون ونطيبوه في ثلاثه الكيسان ديال الماء، ونصفيوا داك الماء ونشلوا به الجسم ديالنا كله. يعني نركزوا على استعمال الزنجلان اشكاله. كنا ناخذ ربطه ديال الكرفس، هذه كنأكد عليها اللي عطات نتيجه كبيره للناس. كناخذ ربطه ديال الكرفس وكنعملوها تقريبا في نص سترو ديال الماء، وكنزيدوا معها تقريبا كاس ديال الزنجلان مهرمش، وكنطيبوهم تقريبا 5 ديال الدقائق، كنطيبوهم ب4 الكيسان ديال الماء. وهذا المحلول كنسلو به الجسم ديالنا، وخصوصا الجسم اللي كيعاني من الحكه والكزيمه. ايه، لانه كيف ما قلتي يعني كاين واحد الخلط ما بين الحكه الجلديه وما بين الانواع ديال الكزيمه. ملي كتكون عندنا الحكه عامه في الجسم ديالنا، الفروه ديال الشعر ولا في الجسم، المهم هي دائما حنا علينا في استشاره الطبيب. هذه اول حاجه ملي كنمشيو عند الطبيب، كنكونوا مثلا كاين انواع ديال الفطريات اللي كتكون عندنا في الجسم، كاين الكزيما، كاين الشامبينيون، المهم انواع كثيره من الفطريات. هنا ملي كيشخص لنا الطبيب المشكل اللي عندنا، يمكننا كنلتجؤوا للمطبخ ديالنا، كنلقاو كل شيء في المطبخ. وانا عطيت الوصفات دابا ان شاء الله، وكنلقاو استحسان كبير للمستمعات. كنأكد على العصارة ديال الكرافس، كنعصرو الكرافس تقريبا واحد ربطة ديال الكرافس، كنعصروه، كناخدو منه 4 المعالق ديال الماء ديال الكرافس و4 المعالق ديال زيت الزنجلان. مجرد ما كنجيو من الحمام كنحاولوا ما أمكن نعودوا الجسم ديالنا كله بهذه الخلطة هذه. راه مفيدة بزاف للجفاف البشرة وكذلك الحكة اللي كتكون في البشرة. ايوا كيتحد من الحكه الجلديه. بالنسبه نركز على هرمون الحليب باش ما يبقاش عندنا هذا المشكل هذا، حيت هذا الهرمون الحليب كيعطينا مضاعفات كثيره على البشره ديالنا، كيعطينا حتى جفاف ديال البشره.
نبين الحوايج اللي يمكننا نستعملوها. كاين المحلول يمكننا نتناوله، يعني ان احنا الاعشاب عندنا موجوده، يعني كل نهار خلال الاسبوع نحاولوا ما امكن نتناولوا عشبه من الاعشاب، سواء البابونج. وهنا كنركز بزاف على البابونج والمرد الدوش. يعني ان هاد الجوج الحوايج الا استعملنا تقريبا ناخذوا 100 غرام ديال البابونج و100 غرام ديال المرد الدوش، وكنعملهم فواحد القرعه ديال الزيت ثم طبق كنوجدوا هادشي كنوجدوا باش ما كنعكسوش ملي كنصاوبوا، كنخلطوا مزيان، كناخذوا معلقه كنكبوا عليها كاس ديال الماء، كيكون عندنا محلول كل ليله كنشربوه منه. واكيد لانه هاد جوج الاعشاب يعني كيريحوا العضلات والاعصاب بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من التوتر. بالنسبه للشربات عندي ثلاثه شربات، واخا الا سمحتي غادي ناخذ من عندك هاد الشربات، ودائما كتربطي التغذيه السليمه بالجمال ديال السيدات. غادي نديروا فاصل وراجعين. حاجة في حياتي هي صحة العائلة ديالي، هذا علاش كنستعمل ليليا كل يوم. ليليا هي المارغرين الأولى والوحيدة اللي 100% نباتية وغير مهدرجة وما فيهاش ترونس، اللي هي الأحماض الدهنية مضرة بالصحة، وبالنسبة لي هذه مسألة أساسية. زيادة على هادشي ليليا غنية بالفيتامينات A و D و E، إيوا علاش غادي نحرم راسي؟ ليليا اختيار سليم لصحتكم. تجميل، شيوات، وتواصل مباشر مع المستمعات. رفقة لالا مولاتي وسناء الكناني على ميد راديو. ورجعنا لكم مستمعينا دائما في تواصل مباشر مع اختصاصيات التجميل حورية. نمشي مباشرة تقدمينا شربة طبيعية لتنقية وتصفية الجسم من الداخل، واللي دائما كينعكس هاد التصفية وهاد التنقية ديال الجسم بشربة طبيعية كينعكس على جمال البشرة ديالنا. تفضلي حورية. بالنسبه لهاد الشربات كيفيدوا اصحاب الغده اللي عندهم مشكل ديال الغده الدرقيه، الكواتر اللي كنقولوا حنا بالدارجه الكواتر، وكذلك بالنسبه للتكيس اللي عنده مشكل ديال التكيس. وان التكيس المهم غادي نهضر ان شاء الله على التكيس اللي يمكننا نتفاداو هذا المشكل بسهوله غير بالتغذيه. بالنسبه للشربه الاولى عندنا تقريبا الورق ديال الفجل ما نلوحوهمش، الورق ديال الفجل الورق ديال اللفت الابيض. كناخذوا لك غير الوريقات كنغسلوهم مزيان وكنقطعوهم بحال شكل البقوله، كناخذوا الورق ديال البسباس. الورق ديال البسباس كذلك المسائل كلها كترمى، ومع العلم انها مفيده كلها فوائد فعلا. كنزيدوا معها تقريبا واحد نص البروكولي، البروكولي راه موجود في الاطباق، الماء الكافي وشويه ديال المليحه، كيطحن هادشي كله كتكون شكل شربات يمكننا نتناولوها مع 12، ناخذوا جوج زيفات ويمكننا في الليل نبدلوا بالحساءات الاخرى. المهم كنركزوا على هاد الشربات هادو. بالنسبه للشربات الثانيه عندنا تقريبا الشربه ديال العدس، وكنركز ان العدس اللي عنده مشكل ديال التكيس اللي عنده مشكل ديال الكواتر ثبت علميا بان العدس خصها تتزك في الماء هي الاولى عاد تنطيبوها. كناخذوا تقريبا كاس ديال العدس كنبيتوه يفزك في الماء بحال اللي كنفزقوا اللوبيا ولا كنفزقوا الحمص دائما ليله كامله. دائما كناخذوا كاس ديال العدس وكنعملوا ربطه ديال السبانخ واللفت الابيض. هذه بقى كتفيد بزاف هاد الشربات، كيفيدوا التكيس كيفيدوا حتى المشكل ديال الكواتر. ومع العلم نمتنعوا بصفه نهائيه على الوجبات السريعه والماكله المصنعات بصفه نهائيه، كتزيد في افراز الهرمون حتى الدواجن البيضاء، ونحاولوا ما امكن نخفوا من الاكل ديالها. المهم هاد الشربه الشربه قلنا فيها العدس يترقد ليله كامله في كاس ديال الماء وربطه ديال السبانخ واللفت الابيض. ناخذوا ثلاثه لفتات لاربعه لفتات والملح شويه ديال المليحه، وكنفضل انا يكون من الاحسن الملح ديال البحر يكون فيه النسبه ديال اليود طالعه نسبه كبيره. والماء الكافي باش تطيب هاد الشربه. كنطحنوا هاد الشربه هادي يمكن عاوتاني السيدات تبدل باش ما يبقاش نفس الطعم، تبدل يعني الشربات. عندنا شربه اخرى مهمه بزاف واخا نحاولوا نختموا بها لانه ما بقاش لنا الوقت بزاف. كاين بعض الاقنعه ولكن المهم نخليهم الاسبوع المقبل ان شاء الله. بالنسبه للشربات الثانيه عندنا ربطه ديال الخبيزه، ودابا الخبيزه ما كايناش، يمكننا نعوضوها بالرجله راه موجوده. عندنا الكرنب الاحمر ناخذوا منه ربع. الكرنب الاحمر تا هو ما كنستهلكوش بزاف وكله فوائد. عندنا الاوراق ديال الدرقه دائما كنركز على الدرقه. بالنسبه اللي عنده مشكل ديال الهرمون الحليب طالع يركز على هذه الدرقه، يبقى يخضر بها اللحم، يدير بها الحساءات، يدير بها يطحنها وياخذ الماء ديالها يدهن الجسم ديالو كله بهذا الخليط ديال الدرقه. المهم بالاخص الثدي ديال المراه ندهنوه بالعصاره ديال الدرقه. المهم هاد الشربه هذه فيها ربطه ديال الخبيزه، ولا ما كانتش الخبيزه نعاودها برجله. عندنا الكرنب الاحمر ناخذ النص من الكرنب الاحمر. عندنا الاوراق ديال الدرقه نحاولوا ديك الدرقه الوريقات الفوقانيين اللي كيكون يلاه بداو كينبتوا كنغسلوهم ونقشروهم كنضيفوا تقريبا حفنه كيجيو تقريبا بحال 8 الحبات من ديك الوريقات ولا 6 الحبات.
كان الماء الكافي. إيه الماء الكافي باش كنطيبو الشربو الملح دائما. ومن الأحسن إلا كانت تزيد الحبة السوداء، معلقة ديال زيت الحبة السوداء. إيه تكون طبيعية. هادي حتى نطيبو هاد الشربة عاد ندفو معلقة ديال زيت. معلقة ديال زيت الحبة السوداء ومعلقة ديال زريعة الكسال مطحونة. هذه الشربة مهمة بزاف اللي عنده مشكل ديال التكيس واللي عنده مشكل ديال الكوات واللي عنده مشكل ديال هرمون الحليب طالع. يمكن نختم بواحد القناع ديال الكلف اللي طلبوه للمستمعات. باختصار أنا ربطة ديال المعدنوس صغيرة واحد اللفتة وكاس ديال الحليب. ربطة ديال المعدنوس واللفتة واللفت كنقطعوها طريفات كنطيبوها في كاس ديال الحليب. نحاولوا ديك الحليب حتى تقريبا يولي نص ديال الكاس مع ديك المعدنوس ومع اللفت. كنطحنوا هذا الخليط هذا كله، كنزيدوه معلقة ديال الخرطال. هي دقيق الخرطال شوفوا ومعلقة ديال دقيق الزنجلان ومعلقة ديال هذا القناع ونديروه على البصله ديالنا يوميا. هذا الحد من المشكل ديال البقع الجلديه وديال الكلف. ديال الكلف عندنا ربطه ديال المعدنوس صغيره مقصه، عندنا واحد اللفته مقطعه مربعات كاس ديال الحليب. كنغليو هذا المعدنوس واللفت في كاس ديال الحليب، كنخليوه يغلي حتى تقريبا كينقص الحجم ديالو، كنطحنوه في الخلاط الكهربائي. من بعد كنطحنوه كنزيدوه معلقه ديال الخرطال ومعلقه ديال الزنجلان مطحون، معلقه كبيره ديال الخرطال ومعلقه كبيره ديال الزنجلان مطحون. يكون عندنا قناع يومي فوق البشره ديالنا. ومع ذكر ان كل ليله نمسحوا الوجه ديالنا بماء اللفت الابيض. هاد الوصفه هذه اللي كيعانيو المشكل ديال الكلف، نمسح الوجه باللفت الماء ديال اللفت الابيض وهاد القناع اللي عطيت. ونزيد الشربه باختصار واخا غادي نكتفي لانه ما بقاش لنا الوقت. كنعتذر منك واكيد انا ان شاء الله الاسبوع المقبل نبغي نتكلموا على تكيس الماء البيض وكذلك ناخذ من عندك هاد الاقنعه الطبيعيه اللي كينتظروها كثير المستمعات. صباحك مبروك ومشكوره اختصاصيه التجميل حريه.